نعود إليكم أعزائي المشاهدين. توقفنا في يوم القيامة، إلى من تحتاج يوم القيامة؟ عندما تصل الشمس فوق الرؤوس مقدار ميل، وهناك الناس يلجمون في عرقهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق لجما، يأتون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم بتسيير الحساب. يأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو الخلق، فاشفع لنا عند ربك، فيقول: اذهبوا إلى غيري. يأتون إلى نوح يقولون: يا نوح، اشفع لنا عند ربك، فيقول: اذهبوا إلى غيري. يأتون إلى إبراهيم، إبراهيم خليل الله، يقولون: اشفع لنا إلى ربك لتسيير الحساب، فيقول: اذهبوا إلى غيري. يأتون إلى موسى كذلك يعتذر، يأتون إلى عيسى فيقول لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد. فيأتي الناس والخلق إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ساجد فينتظرونه حتى ينتهي من سجوده، ولكنه يطيل السجود، ثم يرفع رأسه وهو يقول: أمتي يا رب أمتي. فيقولون: يا محمد، أتينا إلى الأنبياء ودلونا عليك، اشفع لنا إلى ربك بتسيير الحساب. كلهم يقول: نفسي نفسي، إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها. قل: ثم آتي فأسجد تحت العرش وأحمد الله بمحامد يعلمنيها أنا ذاك، ثم أقول: ربي أمتي ربي أمتي. فيقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عندها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتسيير الحساب. هل تحتاج إلى الحبيب المصطفى يوم العطش الأكبر؟ يوم تقوم من قبرك، يوم تقومين من قبرك لا تدري إلى أين تذهب، وإذ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرفك. كيف يعرفنا؟ يعرفنا من أثر الوضوء، هم الغر المحجلون من أثر الوضوء. فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إلي إلي. فيأتي الرجل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يمد يديه ويقول: اشرب من كفي هاتين. فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي نحتاج إليه. كل الأنبياء: ربي سلم سلم، وحبيبك يقول: أنا لها أنا لها. هذا اللقاء يحتاج إلى ثمن. إن لم تحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، إن لم تتمثل بأخلاقه، لن تصل إلى هذا اللقاء. الحب الكلامي لا ينفع، ولكن الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل. ومتى تعرف محبتك لرسول الله؟ عند الامتحان. خبيب بن عدي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم يمسك به المشركون ويأتون به ويصلبونه أمام مسجد التنعيم اليوم، حتى يخرجون من الحرم، حتى يخرجوا من الحرم يصلبون هناك أمام التنعيم. ويأتي إليه أبو جهل يقول له: يا خبيب، وهو مصلوب، أترضى أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك معافى؟ يقول خبيب بلغة الحب، بلغة الإيمان: والله يا عدو الله، لا أرضى أن يفديني حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة تشوكه في قدمه وأنا بين أهلي. ثم يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. فعليك أولا أخي أختي أن نؤثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة أنفسنا. في غزوة أحد كاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقتل،
من مخالفة بعض الشباب، ولكن هناك ثلة من صحابة رسول الله الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجسادهم، منهم أبو دجانة رضي الله عنه. انظروا إلى محبته عندما رأى كثرة السهام على رسول الله، اعتنق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعطى ظهره للمشركين، ويقول أنس رضي الله عنه: حتى رأينا ظهره أصبح كالكنفذ من شدة السهام، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نفسي لنفسك فداء وروحي لروحك وقاء يا رسول الله. ليس الرجال فقط، نعجب رجال، النساء في زمن الحبيب المصطفى: أم عمارة رضي الله عنها، نسيبة بنت كعب المازنية، هذه المرأة التي كانت تداوي الجرحى في معركة أحد، عندما رأت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مرحلة الخطر تركت الماء وحملت سيفا وأتت تدافع عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم. يأتيها ابن قمئة ويضربها ضربة بسيفه على كتفها فيغور السيف في كتفها، ولن تتراجع، وما تراجعت، ثم قامت تدافع عن رسول الله ولا تبالي بما يحدث لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نظرت يمنة ولا يسرة إلا رأيت أم عمارة تقاتل دوني، ثم نظر إليها وقال: يا أم عمارة، من الذي يطيق ما تطيقين؟ قالت: يا رسول الله، والله إني لأطيق وأطيق وأطيق شرط أن أكون معك في الجنة. إنه الحب، هذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء، الرجال، الفتيان، شباب، معوذ ومعاذ في غزوة بدر يأتيان إلى أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف، يقولان: يا عماه، أين أبو جهل؟ وماذا تفعلان بأبي جهل؟ قال: لقد سمعت أمي تقول أنه كان يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أقتله. طفل، قل: ذاك هو أبو جهل. ثم بعد قليل يأتي أخوه، قل: يا عماه، أين أبو جهل؟ ماذا تفعل؟ قل: سمعت أمي تقول أنه كان يشتم رسول الله، أريد أن أدافع. قال: هذاك. فأتى معوذ ومعاذ فضربا قوائم الفرس الذي كان عليه أبو جهل، فوقع على الأرض فانهالا عليه بالسيوف، حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا برسول. أطفال، نساء، رجال، ما في رجال وأطفال ونساء، الكل كان يحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن كيف محبتنا؟ أنت كيف تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو هذا العطف الذي أعطانا إياه الحبيب المصطفى؟ النبي كسرت رباعيته وشج وجهه وأدميت قدماه، كل ذلك حتى يصل هذا الدين إلينا أيها الإخوة. هل فكرنا بذلك؟ ماذا قدمنا نحن لهذا الدين؟ الصحابة، السلف الصالح، كلهم تعبوا، كلهم جاهدوا حتى يصل إلينا الدين. نحن ماذا فعلنا حتى نستمر بهذا الدين؟ على حسب الاستعداد نسأل الله السلامة، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم. لا زال الطائفة التي تحدث عنها رسول الله الحمد لله تزيد وتزيد، إخوة مؤمنين وأخوة مؤمنة، أخوات مؤمنات، يحملون هذا الدين بإذن الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نحن دائما نتفائل، النبي رب رجالا صلى الله عليه وسلم، والرجال رب رجالا، وهكذا إلى هذا الزمن وإلى قيام الساعة. قرأت عن دراسة في أوروبا، الدين سنة 2045، دراسة لهم هم يقولون يكون الدين الأول في أوروبا سنة 2050، التوقعات في العالم ككل الدين الأول في العالم الدين الإسلامي، وأسأل الله أن يكون قبل ذلك، طالما في رجال مؤمنين وهناك نساء مؤمنات بإذن الله، رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحملون هذا الدين، يحملونه بصدق، بإخلاص، بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ما تطلب هان عليك ما تبذل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليهم من أنفسهم ومن أهليهم ومن كل شيء ومن كل غالي ونفيس. أذكر صحابي من صحابة رسول الله كما روى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها، اسمه ثوبان،
كان يخدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان إذا غاب عنه النبي يتغير لونه. فمرة رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ثوبان، ما لي أراك متغير اللون؟ فقال: يا رسول الله، أنا إذا رأيتك فرحت، ولكن إذا غبت عني يتغير لوني، ما بي مرض وما بي وجع، ولكن أتذكر الآخرة. ذكرت الآخرة، فأنا في مقام وأنت في مقام، فأخاف من هذا الأمر. فنزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية وقال: المرء مع من أحب. يدخل رجل على الحبيب المصطفى وهو يخطب فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ ما قال شيء النبي عليه الصلاة والسلام. لما انتهى قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: ويحك، ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، غير أني أحب الله ورسوله، أحب الله وأحبك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الجواب وقال: أنت مع من أحببت. يقول أنس: والله ما فرحنا بكلمة بأكثر مما فرحنا بهذه الكلمة. فأنا، يقول أنس، أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أحشر معهم. ونحن نحب رسول الله ونحب صحابة رسول الله ونحب آل بيت رسول الله ونحب أحباب رسول الله ونشهد الله على ذلك، نحبهم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، أن يجعلنا أهلا لهذه المحبة، أن يجعلنا أهلا لهذا القرب، حتى نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بأيدينا ويدخلنا الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.